وعلشان اتسألت كتير عن مرايات الديكور، ايه رأيك فيها؟ شكلها حلو ولا لا بعد ما تركبت؟ فانا جبتها مخصوص، هي ما كانتش ليا اول مرة، فاشتريتها مخصوص علشان اركبها معاكم وتشوفوا طريقة تركيبها، وهنشوفها بعد ما بتتركب بيبقى شكلها حلو ولا لا. وانا جايبة الشكل السداسي، وطبعا علشان اعمل نفس الشكل اللي مرسوم على لعبوة محتاجة يكون معايا 7 مرايات. اول حاجة طبعا هي خفيفة جدا، يعني مش ازاز، لحد يفتكر ان هي ازاز، هي مش ازاز، هي تحسوها ان هي بلاستيك، بس هي مش بلاستيك، يعني هي مش بلاستيك ومش ازاز، بس هي خامتها خفيفة، يعني بصوا بتتني عادي. المفروض ان انا بشيل كده من هنا اللزقة، انا هلزقها العمود، هحط كده اول واحدة على العمود. عايزة اقول لكم ان اللزق بتاعها ضعيف، عايزة اقول لكم انا حاسة ان انا بس هحطها وبعد كده هلاقيها وقعت ورايا على طول، اللزق بتاعها مش حلو. لسه ما كملتش كلمتي لقيتها وقعت ورايا. اللزق بتاعها ضعيف جدا. انا حطيتهم كلهم على الحيطه وعملت يعني نفس الشكل اللي مرسوم على الخطوه الثانيه، بقى ان انا اشيل الطبقه البلاستيك اللي محطوطه عليها كده علشان تبقى تبين انها مرايه. بس الثاني مره اللزق بتاعها سيء جدا جدا جدا. انا لسه ما مشيتش من جنبها لقيت اللي فوق وقعت. انا نفسي اصور لكم الفيديو وهم كلهم محطوطين، بس انا مش مدياني فرصه، يا عماله تقع. وكمان انا عايزه اقول لكم ان هي ضعيفه جدا جدا. بصوا وانا بتكلم اصلا عماله تقع من على الحيطه، وبصوا يعني انا لسه ما عملتش حاجه ولقيتها اتكسرت كده من هنا، فده طبعا يدل ان هي الكامه بتاعتها ضعيفه جدا جدا جدا، ومخلياني وشي اللي عامله بقي وراسي هنا. هو ده شكلي في المرايه. هي المراية مش بتجيب الشكل الطبيعي، يعني هي مش مراية، ما عجبتنيش. وكمان ان هي كل شوية تقع دي وانا ما بتحركش، وبتتكسر بسرعة جدا جدا جدا، يعني مجرد ما بتقع انا بلاقيها حتة منها اتكسرت. هو كده المفروض ان انا حطيتهم كلهم على الحيطة، فسريعا بقى قبل ما حاجة منهم تقع. هي كشكل ديكوري يعني ماشي شغالة، ان انا حاطة حاجة على الحيطة، بس برضو مش ظاهرة كل حاجة، بس برضو مش ظاهره كل حاجه على طبيعتها، يعني الشكل مختلف، تحسوا كده ان الحاجات داخله في بعضها جواها، مش اللي هي مريحه للعين، يعني محتاجه انها تبقى بعيده فوق كده، يعني كويس ان انا ما حطيتهاش تحت، هي لفوق علشان بس تبقى باين كشكل. يعني هي لزقها مش حلو، الماتيريال بتاعتها مش حلوه، ضعيفه جدا، بتتكسر في ثواني، مش مرايه، يعني مش عكسه ليا، هي بس كشكل ديكوري. بس طبعا بما انها كل شويه بتقع، فهي كمان مش مدياني فرصه ان انا اتعامل معاها كشكل ديكوري. لا بصراحه ما عجبتنيش، يعني هو انا علشان جبتها فتمام هحطهم شويه لحد ما تبتدي تقع واحده ورا الثانيه وتتكسر، لكن كشكل وكخامه وكلزق وككل حاجه لا ما عجبتنيش. انا قلت لكم مش حلوه، بس هي مش حلوه خالص بقى علشان هي مضايقاني جدا. انا مجرد يعني ما خلاص وخلصت الفيديو، لقيت 2 وقعوا في الارض، ولقيت واحده منهم اتكسرت من فوق، عشان طبعا هي كل شويه بتقع في الارض، غير بقى ان هي كل شويه تبصم، وعلشان احطها فبتبصم زياده، اجي علشان امسح البصمات علشان ما تبقاش ملحوسه الاقيها وقعت. فيعني هي كده ملهاش اي لازمه.